السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي النهاردة في قناة يوميات دودي. النهاردة بإذن الله الفيديو بتاعنا هتكلم فيه عن البط بتاعي. طبعا ده البط اللي طلع في الرقدة، لسه عامله لكم امبارح منه فيديو. طبعا امبارح كان مبهدل لي الدنيا، وكان كل شويه ينط من الطبق على الترابيزه وينزل في الارض ويجري ومش عارفه، واحنا نفضل نجري وراه في قلب الشقه. فالنهارده باذن الله كده انا اخدته الصبح، طلعته بقى طبعا على السطح، طلعته في العشه وسايبته زي ما انتم شايفينه كده، وحطيت له شويه قش، وحطيت له كمان العلف بتاعه، وحطيت له حله كده صغيره فيها ميه، عشان طبعا مانيش هعرف اطلع تاني على السطح الا طبعا اخر النهار على الساعه 5 كده باذن الله. هطلع برضو لو في عنده العلف ناقص ازود له العلف شويه وازود له الميه، وكمان ان انا طبعا هفطر البط بتاعي الكبير واحط له ياكل، وفي نفس الوقت ان انا هعمل له برضو هحط له طبق عشان يستحمى وكده، عشان لو عاوز يستحمى ينزل يستحمى فيه وكده، وكمان اشمسهم شويه في قلب الشمس. انا دلوقتي اللي فاكر ان التربيه بتاعت البط الصغير دي صعبه، هي مهار صعبه والله العظيم ولا اي شيء في الدنيا، بالعكس هي التربيه سهله جدا، مش هتاخد منك اي وقت ولا هتاخد منك اي مجهود. في ناس تقول لك لا انا ممكن اجيب بط وهيتكلف وهجيب له علف وهجيب له وهجيب له وهجيب له وهنجيب له علاجات وحاجات من دي. انا بقول لك ان البط ما بجيبلوش علاجات خالص، في ناس بتديله من تاني يوم مقويات وفيتامينات وحاجات من دي علشان خاطر البط يعيش معاها. انا ما بديش اي حاجه الحمد لله ولله الفضل، ما بديش اي علاجات خالص. البطه بتطلع من الرقده بحط لها العلف السمسم اللي انتم شايفينه دوت، وبحط لها ميتها عادي ما فيش اي حاجه. بكل اللي انا بعمله ان انا بسيبها بحطها في كرتونه او في طبق وبحط تحتها حته لمده اسبوع، وطبعا الحته ديت انتم بتغيروها كل يوم مرة، يعني بتغيرها في اليوم مرتين طبعا مع تبادل الاكل والميه كل يوميا. وبعد كده الاول النهارده باذن الله كده، هو دلوقتي كده عنده اسبوع زي ما انتم شايفين. النهارده باذن الله كده رحت مطلعه على السطح بقى خلاص، ما دام هو تابع خلاص يعني اسبوع، يعني البطه كده بقت الحمد لله عندي، تقدر انها يعني تبقى متكله على نفسها، بحيث ان هي كبرت شويه تقدر ان هي تبقى ملكي نفسها شويه، ما تبقاش لسه طريه صغننه كده. فدلوقتي زي ما انتم شايفين ومش بيكلف جامد، يعني انا طول الفتره اللي هي طلع من البيضه لحد دلوقتي بالظبط انا جبت له ب 15 جنيه اكل من يوميها لغايه دلوقتي، ما فيش حاجه يعني حاجات زياده، ما فيش فلوس زياده، مفيش طبعا اي حاجات زيادات، مفيش مصاريف جامدة. جبت لهم في الاول ب 10 جنيه علف، فضل معايا لغاية امبارح، امبارح برضو جبت لهم ب 5 جنيه تاني، وحطيته لهم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا هي التربية بتاعته سهلة صعبة ولا اي حاجة، بس هي كل الحكاية ان انت البط ده بيغيب شوية بس في التربية بتاعته. طبعا لو انت على الفصح وبتاكلي صح 4 شهور بالظبط ممكن تذبحي منه، 4 شهور بالظبط ممكن البطه بتاعتك تبيض عندك وتطلع لك رق. طبعا كله بتوقف على العلفه بتاعه البط، انا باكل علف بس يا جماعه. البط الصغير كمان يعني انا مش هفضل اكله العلف اللي هو البادي الناعم دوت، انا بس يعني كمان اسبوع وهقوم انا عندي باذن الله العلف خالص، كمان اسبوع وهقوم انا اعمل له العلف خالص واقوم مأكله اكل بيت عادي بقى، اي حاجه بقى فاهمين، يعني حبه رز، لقمه عيش مبلوله، قشر سمك. طبعا القشر بتاع السمك ما حطلوش بالعض، انت بتاخدي راس السمكه بتاخدي الخراشيم بتاعتها بس اللي جوه دي بتشيليها، بس طبعا لما يكون السمك مشوي بتشيليها، بتاخديها تحطها له في قلب عيش في حبه رز مش عارفه ايه، اي اكل موجود عندك في قلب البيت، وبعد كده بتحطها له بياكلها، يبدا البط بتاعك يكبر معاكي واحده واحده وبالتدريج لغايه لما يكبر باذن الله. طبعا انا همشي معاكم الدوره بتاعه البط ديت مع بعض لغايه لما يكبر مع بعض كده، ونشوف هناكله ايه وهنشربه ايه وايه الخطوات اللي احنا هنمشي فيها كل يوم واحده واحده. اللي عاوزه بقى تسال في اي حاجه تتفضل تكتب لي كومنت، لو هي عاوزه تسال في اي حاجه انا تحت امرها. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تكتبوا لنا كومنت حلو كده يشجعنا باذن الله ان احنا ننزل فيديوهات تانية.
اتمنى لكم كل خير، وصباح الخير، وصباح الفل عليكم كلكم. مع السلامة أصدقائي.